شكرا للزميل محمد سعدون الكويري. حضرات المشاهدين الكرام اينما كنتم اهلا وسهلا ومرحبا بكم. تابت اوقاتكم الى اجواء ناريه للبطوله الانجليزيه في 7 مواعيد البريمير ليج هنا في الجوديسون بارك بمدينه ليفربول. يستضيف ايفرتون فريق مانشستر سيتي بالحكم ميكائيل اوليفير في اللقاء رقم 173 بين العريقين. اجواء جماهيريه كالعاده تليق بعراقه وقوه البطوله الانجليزيه. مانشستر سيتي عازم على عدم اهداء جابرييل جيسوس باختيارات المدرب بيب غوارديولا. والتسويب من رياض بدا الجزائري ثاير في الميدان رياض محرز. كل الاحتراس وهذه كره رياض ويعدي من إمكانية الاختراق من رياض. رياض في حوار نيجيري جزائري والجزائري ثاير في الميدان رياض محرز. مخالفة لدفاع ايفرتون. نعود إلى تشكيلة فريق ايفرتون. الحراسة لجوردان بيكفورد على يمين الدفاع كوليمان لليسار لوكاس ديني محرور أحكام وهذا كيف دي بروين والتصدي يري منها وترجع رياض يوزع يا جوندوغان. أمان أمان يا جوندوغان. غريبة عجيبة الدوري الجزائري حبيب الجزائر وعشق العلوان يراوغ وين ماشي وين رايح. والمخالفة كرة ثابتة لفريق ايفرتون. فرناندينو كان في حوار من سيكون غدار ريتشارليسون لكن كرة بعيدة كرة بعيدة. ربع ساعة لعب لاقترب كرة ورحيم يعدي يوزع ويري مينا. 18 نقطة من 6 مباريات 6 مباريات لساعة رياض محرز في البال. رياض يا سلام يعدي الوالكر ويركا الوالكر يلعب بسرعة وفابيان دلف إلى جانب رودري كرة بالراس يوبي يوبي لوكاس ديني يوزع محاولات خطيرة من 1-0 مانشستر سيتي. رياض 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 في البداية رياض في البداية. كيفين دي بروين في قاع الطريق وجيسوس في كرة مانشستر ولا مرتين. ادرسون الرد الرادع جاء من المبدع في هذه الكرة ورايعة لريتشارليسون اللي وزع 70 بين فريقين عريقين يقدمون. ستيرلينغ رياض وحده ستيرلينغ رياض يا رياض. والكرة كان بالإمكان أفضل بكثير مما كان. كرة مجنونة فابيان دلف كين صعبة يلزمها الحسين بول. زين رحيم في الخطورة ستيرلينغ شوف الكرة يا سلام وين الكرة يا رياض. رياض محرز للمرة الثانية. جول جول جول. هدف التعادل هدف التعادل براسية رايعة لكالفرت لين. هفوة قاتلة هفوة لا تختفر من فوق. زينشينكو بالراس الكرة سهلة وبرا كيكا عدا مشى وفكالو فكالو. المخالفة ضد رودري رودري والورقة الصفراء ميكا صدي والخطورة الماجستراوية ستيرلينغ يوزع ويرجع شعب جوديسون بارك. كرة طويلة التصدي كازيني الفرنسي كرة في دار اوتامندي. ستيرلينغ ستيرلينغ يراوغ ويرجع ريتشارليسون. رياض يعدي رياض رياض رايعة في الفتحة ستيرلينغ جول ستيرلينغ. غريبة شنو هذا اسيست ولا اروع من رياض محرز ولكن في النهاية الله. وهذه كرة تلعب ستيرلينغ
دائما في رودري. رودري كيفن دي براين عرض للرحيم يوزا ريال يسارية من رياض وبراس هناك لرحيم ستيرلينج. ستيرلينج جول لا تصدي رائع من ثنائي محور الدفاع. وآن كل ما يقل اليوم يحلق لفريق إيفرتون على طريقته الخاصة بهدف رياض محرز. رياض رائعة ودي براين جول لا اي 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 كرة مجنونة لكيفين دي براين صاحب هدف التعادل. اوه مخالفة ميكائيل اوليفير ربما قد يخرج الورقة الزبراء في وجه الأرجنتيني بالفعل نيكولا اوتاماندي بالورقة الصفراء. هذه كرة من سيغورتسان. سيغورتسان براس ريتشارليسون هو اللي صاب براس لما نحكي عليه. طبعا ريتشارليسون مشاهدينا الكرام افضل هداف عليه ريتشارليسون يوزا يريمينا هو الكولومبي. وهذه كرة لكن بعيدة على جابرييل. رحيم ستيرلينج لشكون تغني هذيكم 8-0. وهذه كرة جول يلا رحيم يسدد ورد كرة ريتشارليسون تعادل. أتمنى وليست كل المطالب بالتمني. سيغورتسون هربت على ريتشارليسون. أوتاماندي يحاول الهروب كيفن دي براين يعدي ورقة إذا لازم الأمر حمراء للفرنسي شنايدرلا ورقة صفراء مينيموم. رياض محرز يتقدم. رياض كرة يا سلام غريبة. شو هذا يا رياض؟ ما هذا يا رياض؟ خرافي الجزائري رائع. رياض ماني راوق يعدي وخطيرة ترجع لريتشارليسون. زينشينكو يلعب بالنار. سينال الورقة. زينشينكو ساوي من طراز عالمي. سيغورتس براس اوتاماندي براين رايا غوندوغان الآن رابعة وغوندوغان كورة ورياض لكن هنا هذه المرة يوزع والتصدي ورحيم جول يراوغ أم لا. رياض يعدي مع كيفن دي براين ولكن يوزع وغريبة وعجيبة رحيم ستيرلينج خطورة كيفن دي براين ولكن كذلك بدوره يكسب المخالفة. كيفن دي براين في حواره مع الكولومبي جيري مينا اللي نان رياض محرز جول. هو حبيب الجزائر وعشق العرب وقدام من ذهب حبيب الجزائر. هو هداف البريمير ليج بثمانية اهداف. كون اغويرو يعدي اغويرو الارجنتيني عيني يريد نصيبه ويسجل ريتشارليسون وسيغورتسا جول غريبة رائعة من معسكر ولكن الأروع هو البرازيلي الحارس. اختراق وارد من ريتشارليسون اللي وزع أعطاه كثير من السرعة. سيغورتسا يوزع والكرة براس كرة جول يا ريمينا الرأسية وهذه كرة جول ورحيم جول غريبة. ميكائيل اوليفير جول لرحيم ستيرلينج ووراء كل الأهداف. أحروز رياض دائما في